نحن هنا نقف في موقع يشرف على حي المرجة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب. وحدات الجيش السوري في الواقع تشرف على هذا الموقع الذي يضم أيضا تلة الشيخ سعيد وتلة الشيخ لطفي. وحدة من الجيش كانت قد حققت تقدما مهما باستعادة السيطرة على تل الشيخ سعيد قبل أسابيع قليلة. التقدم يجري حاليا في هذه المناطق المتقدمة من الأبنية الخالية من السكان والتي يتواجد المسلحون فيها. احنا هون بنحرس القطاع يمين المطار قدامنا المرجي منشان اي اعتداءات للمسلحين او تسلل او اي خرق، يعني احنا بنكون خط اول هون. بنآزر الوحدات بتحاول تقدم كمان، يعني وحداتنا بدها تحاول ان شاء الله قريبا تقدم باتجاه المرجي. احنا مهمتنا نكون بظهره ونآزره. هذه المناطق تشكل الجزء الجنوبي من الأحياء الشرقية لحلب. عملية الجيش السوري وحلفائه تستهدف بالدرجة الأولى استعادة هذه المناطق والضغط على المسلحين من أجل إخراج المدنيين من مناطق واسعة في هذه الأحياء. امبارح تقدمنا واخذنا بعض النقاط من قدام بالشيخ سعيد، وكنا اخذين تل الشيخ سعيد استراتيجي من فترة. الشيخ سعيد صار باتجاه جنوب الأحياء الشرقية لمدينة حلب. مجرد انه تسيطر عليها تم السيطره عليها من الجيش العربي السوري، بنكون قدمنا باتجاه منطقه السكري، يعني بنكون اخذنا قسم كبير من حلب وضيق الخناق اكثر على المسلحين بالداخل حلب الشرقيه. يعتمد الجيش السوري على الغارات الجويه استهدافا للمسلحين في هذه المنطقه، اضافه الى قصف مدفعي يستهدف مقرات المسلحين في قطاعات واسعه من الاحياء الشرقيه، ضغط اثمر باستعاده مناطق واسعه في الأحياء الشرقية. رصدين تقريبا الأحياء الشرقية أغلبيتها، من منطقة المرجة، منطقة الكرم، البلورة، الشيخ لطفي، كرم حومة، تلة الشيخ سعيد، نحن رصدينا كلنا من هالمنطقة. على ما يبدو بهي المناطق اللي احنا شفناها ما في مدنيين، يعني لا، هالمناطق مثل ما شفت ما في ولا مدني، هون كله مسلحين، كلهم إرهابيين، هون ما في ولا مدني. الضغط على الأحياء الشرقية يشتد من محاور القتال الشمالية في الجندول وحتى المحاور الجنوبية في الشيخ سعيد، ضغط يتوازى مع دعوات للمسلحين لإخلاء تلك الأحياء. محمد الخضر من مشارف الشيخ سعيد بحلب، الميادين.